سيكون لفصل الخريف نكهة مختلفة هذا العام هنا، فدبي تضرب لعشاق الفن موعدا في 31 من أغسطس لافتتاح الأمسية الأولى في دار الأوبرا التي يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزها. أوبرا دبي تقع على ضفة بحيرة وسط الإمارة، حيث تتلألأ كل مساء مياه النافورة الراقصة في حضرة أعلى برج في العالم. تعكس روح المدينة التي تنتمي إليها بتصميم مستوحى من التراث لمبناها الشبيه بالسفن الشراعية التقليدية، وترتدي ثوبا معاصرا يمزج ألوان الفنون المختلفة. كما هي دبي، المدينة متعددة الثقافات، وأوبرا دبي لن تكون فقط لفن الأوبرا، بل ستكون منطلقا لكافة أنواع الفنون الأدائية، مما في ذلك عروض الباليه والموسيقى الكلاسيكية والمسرحيات الموسيقية والكوميديا والعروض العائلية وموسيقى الروك والبوب والجاز. في قلب مدينة دبي، الاستعدادات في أوجها لإطلاق الدار في آخر أمسية شهر أغسطس القادم، ليبدأ برنامج موسم الخريف الذي لا يهدأ في افتتاحية مع حفل ملك الأوبرا وأعظم فنانيها في التاريخ المعاصر التينور الإسباني والموسيقي الشهير بلاسيدو دومينغو صاحب الطبقة الصوتية الرنانة والدرامية. العرض التالي سيكون صياد اللؤلؤ، وهي أوبرا تاريخية تقدم إرثا فرنسيا يرتبط بروح المغامرة والغوص. ستكون بمثابة تحية لدبي في 2016 بعد أن عرضت للمرة الأولى عام 1863. عشاق الأوبرا سيكونون على موعد أيضا في خريف دبي مع حلاق إشبيليا، التحفة الفنية الكوميدية الآسرة التي كتبها جواكينو روسيني عام 1816. وفي عرض يمزج الموسيقى والغناء والرقص والقصة في آن، ستقدم أوبرا دبي لجمهورها أحد عروض الباليه الرومانسية الأكثر شهرة في العالم، والتي تم تقديمها لأول مرة عام 1841. فجيزيل ستكون حاضرة مع فرقة الباليه الروسي وأوركسترا سيبيريا لتروي حكاية الفلاحة الشابة التي تموت بقلب مكسور بعد أن تعرف أن محبوبها يهوى غيرها. الفرقة ستقدم كذلك عرضاً لباليه كوبيليا الترفيهي العائلي الذي يحكي رواية صانع دمى يصنع دمية بحجم إنسان هي كوبيليا يسيطر عليه حلم بث الحياة فيها. وفي جعبة أوبرا دبي عروض سحرية وأمسيات غنائية كلاسيكية وعربية وأخرى يرقص فيها مشاهير الفلامينغو، توليفة باتت تفاصيلها وتذاكرها متاحة اليوم بالكامل لعشاق الفن على صفحة الدار الرسمية.